بسم الله الرحمن الرحيم، نكمل مع بعض في الشابتر الثاني. المحاضرة الثانية هنتكلم فيها عن الجزئية الثانية من الشابتر الداتا كليننج. بعد ما حكينا عن جول ايدنتيفيكيشن، حكينا عن الاكسبرتايز دومين اكسبرتايز، وتكلمنا عن اندرستاندنج للداتا ومين المسؤول عن الكلام هذا. هنيجي من الجزئية الثانية اللي هي المهمة جدا، جزئية الداتا كليننج. البيانات اللي بنتعامل معاها زي اللي قدامنا كده، هذا عينة. طبعا في عندي انا اوبجكتس زي ما انت شايف، وفي لكل اوبجكتس مجموعة من الاتريبيوتس. هاي الاتريبيوتس ممكن يحصل فيها انه تتعرض لمجموعة من المشاكل. من ابرز المشاكل هذه انه مثلا ممكن تكون القيمة مش موجودة، ممكن تكون القيمة مش منطقية زي انه يكون الدخل بالسالب، ممكن تكون طريقة التمثيل البيانات مختلفة. يعني على سبيل المثال ممكن تكون هنا في الماتيريال ستيتس مرة بيذكر بالمارد ومرة سنجل، مرة اس مرة ام، تمام. يعني لو افترضنا انه حصل معايا الكلام هذا، فهذه برضو مشكلة من المشاكل اللي احنا مفترض نتعامل معاها. فتعالوا مع بعض ناخد كده المشاكل اللي موجودة عندي بالترتيب. أول مشكلة موجودة عندي على الترتيب هي التالي، عندي مشكلة الميسنج فاليو، عندي النويزي، عندي الانكونسيستنت داتا. كل مشكلة، طبعا كل البيانات اللي في العالم معرضة انها تكون فيها المشاكل الثلاثة هذه: incomplete او missing value، noisy data and inconsistent and inconsistent. هناخد كل واحدة بالترتيب. ال missing value هي بكل بساطة انه في عندك قيمة معينة بتكون مفقودة مش موجودة. طب كيف مش موجودة؟ ممكن يكون اليوزر ما دخلهاش، ممكن احيانا بيكون مثلا في بعض الابليكيشن بعض المجالات او الفيلدز، بعض الحقول بتكون مش ذات علاقة باليوزر. مثلا اللي بيعبي الاستبانة احيانا بيكون طفل، وفي خانة من خانات الدخل الشهري، هذا مش ملهوش علاقة بالموضوع، تمام. في بعض الناس مثلا في المتعارف عليه انه ما بحبوش يدخلوا اوزانهم او اعمارهم، فبتفضل البيانات هذه بيانات فاضية في الداتابيز. طبعا لما يكون في عندي بيانات فاضية في الداتابيز، هيأثر لا شك على جودة البيانات، وبالتالي هيأثر على جودة التحليل، وبالتالي هيأثر على الباترنز وجودة الباتر اللي هيطلع معايا. تمام. طيب طريقة التعامل مع الميسنج فاليو في طرق كتير. من ضمن الطرق هذه انه انا الريكورد اللي فيه قيمة مفقودة زي هنا اتجاهله، ممكن هذا كله انا اعمل له ديليت اتجاهله، تمام. ممكن برضو ان انا اعبي القيمة يدوي بايدي، اجديها قيمة افتراضية معينة، او انا اخمن قيمة واحطها، تمام. ممكن كمان الطعاية مكررة، ممكن كمان استخدم الاتريبيوت. لو اتكلم عن اليوز الاتريبيوت مين تو فيل، باجي انا على البيانات باخد المتوسط. يعني لو كانت مثلا القيمة هنا مش هينفع، هنا مثلا هنقول والله في عندي كم واحدة مارد كم واحدة سنجل، وممكن اعبي للاغلبية. لو كان ارقام ممكن انا اجي لا لو في رقم مفقود اخد المتوسط تبع الجميع، هذه طريقة ايضا. طيب من الطرق الاخرى ان انا استخدم المين فور اول سامبلز بلينجو تو ذا سيم كلاس. يعني اجي مثلا هنا الجماعة هذول مثلا لو هذه مفقودة ال120 هذه مفقودة، فأنا أجي أقول تعال أنا بدي الناس اللي تنتمي لنفس الكلاس. مين الكلاس؟ الكلاس تشيت اللي هو نو. فأنا بجيب بس الناس النو، بجمعهم وبقسم على عددهم، وهكذا. طبعا هذه بتكون طريقة أكثر دقة من إن أنا آخذ للجميع. في كمان أنا أستخدم أدفانسد ميثود زي إيش؟ زي أنا مثلا أستخدم الديسيشن تري، أو أستخدم الكينيرست، أو أستخدم الكيمينز. هذه الطرق برضو بتكون، وممكن انا من خلال اعمل بريدكت للفاليو. هذا موضوع الميسنج فاليو. المشكله الثانيه مشكله النويز داتا. النويز داتا ان انا في عندي راندوم ايرور في ميجرد فاريبل. انا في عندي فاريبل، هذه الفاريبل ميجرابل، انا ممكن لها قياس معين، والاقي انه القيمه الموجوده فيها قيمه مش سليمه مش صحيحه ما لهاش معنى، تمام. زي مثلا زي ما قلنا قبل شويه ان انا ممكن في تاريخ الميلاد احط مثلا ماينس، او في الداخل الشهر احط ماينس، او ان انا مثلا في مكان
النوع ذكر ولا انثى، اروح حاطط له مثلا برشلونه ولا ريال مدريد، قيم ما تكونش منطقيه في حاجات انا بقدر اقيسها. هذه هي النويزي. طبعا حل النويزي ممكن يكون باكثر من طريقه، ممكن طبعا هي اكثر من طريقه لا حلولها. في عندنا البايننج ميثود، طريقه معينه احنا شرحناها. في عندنا الكلاسترنج، ان انا اجمع الاوبجكتس جم بعض واديها قيمه بتناسب الكلاس اللي هي فيه. ممكن اعمل كومبايند للكمبيوتر مع الهيومن انسبكشن، يعني انا حاجات اعملها بايدي كيدوي وحاجات يعملها الكمبيوتر. ممكن اعمل ريجريشن من خلال معادله حسابيه، اعمل سموثينج، لاقي النقاط اللي فيها مشكله اللي هي عامله زي النويز واجمعها على اقرب نقطه سليمه معاها، على بحيث طريقه المعادله الرياضيه. هي اربع طرق انا من خلالها بقدر اعالج النويزي. طبعا لو بنسال بعض سؤال النويزي كيف ممكن يجي، سهل جدا الكلام هذا، بنفس الكلام اللي حكيناه في الميسنج فاليو، ممكن يجي من خلال الداتا انتري بروبلم، وهو بدخل بيانات مش مركز. ممكن يكون في عندي نقل البيانات صار فيه مشكلة، يعني المشاكل كتير ممكن اللي من خلالها يحصل عندي النويزي. آخر مشكلة من المشاكل اللي بنحاول نتعامل معاها أو نعملها كليننج، اللي هي الانكونسيستنت داتا. انكونسيستنت داتا إنه أنا أكون بعبر عن نفس الاتريبيوت بأكثر من طريقة، نفس الاتريبيوت أتعامل أو أدخل بياناتها بأكثر من طريقة. يعني عندي اتريبيوت مثلا الناشوناليتي الجنسية، أو هو يعني إيش جنسيته، مرة أكتب أنا بالستينيان ومرة أكتب بالستاين، أو مرة أكتب بالستينيان ومرة أكتب مثلا غازا، تمام، مرة أكتب إيجيبشن ومرة أكتب إيجيبت. هذه طريقة سيئة، بتكون طريقة مش مناسبة، لأنه بتزود عندك الفاليوز في نفس الاتريبيوت. واحنا هناخد كمان شويه في داتا ريدكشن، ان احنا قد ما نقدر بنحاول نقلل الفاليوز اللي موجوده في الاتريبيوت الواحده، لانه هذا بيقلل الدايمنشناليتي. فانت لما يكون عندك في نفس الاتريبيوت بتنكتب باكثر من طريقه، هتعمل لك مشكله اخرى، فاحنا محتاجين نتعامل يعني معاها. وهذه مشاكلها كثيره. طبعا التعامل مع الانكونسيستنت داتا في الغالب بيكون تعامل مانيولي، او تعامل انت بتعمل داتا، بتعمل لها ميثود معينه وبتطبقها على كل الداتا بحيث تبحث عنها وتعالج البيانات. بكده احنا بنكون ان انتهينا من شرح الداتا كليننج. ان شاء الله هنتكلم عن الداتا انتجريشن والداتا ترانسفورميشن في فيديو لاحق.